كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل انكسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم زرفنا من حمم، نبتغي صيد المعارف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أنا مستر هيثم كمال والفيديو ده هو الفيديو نمبر 14 في سلسلتنا السريعة English Bits. الهدف من السلسلة دي ان احنا نعمل فرق بين كلمتين بيلخبطونا في شكل سريع كده وخاطف. قبل ما نبدأ كده عايز اقولك ان كل الفيديوهات الموجودة على القناة موجودة تحت في الوصف، حتى ال 13 فيديو التانيين اللي فاتوا من سلسلة English Bits هتلاقيهم برضو عندك في الوصف، فلو انت عايز تتابعهم هتلاقيهم موجودين. ولو انت بتسمعني على الفيسبوك ممكن اسم القناة يظهر قدامك دلوقتي، اكتب في اليوتيوب مستر هيثم كمال جمعة هتلاقي قناتي على كل المحتوى اللي يناسبك ان شاء الله. على القناة هتلاقي اكتر من حاجة مفيدة بالنسبة لك. تعال نبدأ بسم الله. الفرق بين ستيل ورب هو كالتالي، عايز تفهم ان ستيل ده فهما كده بيجي بعدها الحاجة اللي انت سرقتها، بيجي بعدها الشيء المسروق. طيب رب بنجيب بعدها حاجة من اتنين، الشخص اللي احنا سرقنا منه او بنجيب بعدها المكان اللي سرقنا منه. تعال نشوف الامثلة. انت لو سرقت مني القلم فهتقول لي I stole your pen. لو انت قابلتني في الشارع كده قلت لي I stole your pen هفتشك اطلع القلم منك. طيب حاجة تانية، لو انت قلت لي مثلا I stole your money فده معناها ان انا لو فتشتك هطلع منك الفلوس. اذا الخلاصة ان steal دي بنجيب بعدها الحاجة اللي انت سرقتها او اللي الشخص سرقها وخدها ومشي. في الجملة دي stole your pen يعني القلم ده دلوقتي هو معاه. طيب امال ايه طيب موضوع رب؟ رب دي بنجيب بعدها الشخص او المكان اللي احنا سرقنا منهم. بمعنى انا ممكن اقول لك انا سرقت البنك، هو انت لما تقولي سرقت البنك انت خدت البنك في ايدك وجريت؟ اكيد لا. فلما حد يقول لك I robbed the bank فده معناها ان انا سرقت حاجة من البنك. تاني كده، لو انت قلت لي I robbed the bank فده معناها انك سرقت شيء من البنك. طيب انت سرقت من البنك الفلوس، فانت ممكن تقولها بطريقتين I robbed the bank او ممكن تقول I stole money انا سرقت فلوس from the bank. From the bank. قبل ما اقلب الصفحة دي عايز اكد لك على فكرة ان steal بنجيب بعدها الحاجة اللي انت خدتها وسرقتها وجريت. طب رب بنجيب بعدها المكان اللي انت سرقت منه، فلما تقول لي I robbed your bag فده معناها ان انت سرقت حاجة من الشنطة، ما خدتش الشنطة في ايدك ومشيت. طيب لو انت خدت الشنطة ومشيت على بعضها كده فهتقول لي I stole your bag. طيب كمان مثال عايز اقول لك مثلا the boy not your house. يا ترى هنا يا مستر هنقول stole your house ولا نقول robbed your house؟ هسألك سؤال، هو الولد ده خد البيت في ايده ومشي؟ هتقولي لا خلاص اذا ربد. امال لو احنا قلنا the boy stole your house معناها ان خلع البيت وجري، طبعا ده مش منطق. طيب دي حاجة. لو انا بقول لك مثلا they not a pen from my bag، يا ترى هنا هنقول stole ولا هنقول ربد؟ هقول لك استنى، هما خدوا ايه في ايدهم وجريوا؟ القلم. خلاص ما دام انت هتجيب الحاجة اللي هو خدها ومشي بيها يبقى نقول stole، ونقول زي stole a pen from my bag. طيب عايزين نعرف الفكرة التانية، ان مع كلمة رب زي ما اتفقنا كلمة رب دي بنجيب بعدها المكان اللي سرقنا منه او شخص of شيء، كأنك بتقول انا جردت فلانا من الحاجة الفلانية. بمعنى I robbed علي of his pen، ده معنى ايه؟ انا سرقت من علي قلمه. طب ما انا ممكن اقولها بستيل؟ اه طبعا ممكن تقول I، لو انت عايز تقول stole يعني هتقول I stole علي's pen. الموضوع كده مش محتاج اي لخبطة، انت عندك كلمتين، كلمة رب بنجيب بعدها المكان اللي سرقنا منه او الشخص، وبعدين of الحاجة اللي احنا سرقناها. الحاجة التانية كلمة ستيل بنجيب بعدها الحاجة اللي انا خدتها في ايدي وجريت. الموضوع مش محتاج اي دماغ، عندك 13 فيديو ده كده يبقى 14 فيديو موجودين على القناة في سلسلة English Bits. ما تضيعش سلسلة جمل في الجول لان فيها جمل محترمة جدا، ما تضيعش سلسلة الترجمة الموجودة، وما تضيعش جمل حل كتاب My Friend Final Revision لان احنا بدأنا نحل فيه. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.